من 2014 ل 2017 في ليتوال هكا ثلاث سنين. ثلاث سنين اه. كيفاش تقيمها التجربه تاع ليتوال؟ تجربه ناجحه على الاخر. بالالقاب باللومبيونس بكل شيء. قداش من لقب هزيت؟ اربع القاب. كي مشيت للنجم راه في كيما نقولوا قمرت بروحي، مشيت في سيتياسيون صعيبه برشا، وين وقتها جماهير النجم كانت ما تحملنيش، واليوم محبوب في سوسه على الاخر. كان ينجم يكون خمسه ببطوله 2015 نورمالمون هذيك نتاعنا. ضيعتوها. واحنا حبينا نمشي. نجم نقولوا ضيعتوها انتم، ما مشيتوش ماتش حمام. على الاخر ضيعناها على الاخر ونتاعنا. الماتش حمام كنت نجموا تمشيوا. نعملوا اكس في حمام نلف وقتها. غلطه تعتبرها وقتها. على الاخر. ديسيزيون وقتها غلطه. ديسيزيون غلطه على الاخر. حسين جنيح الحلفه نتاعو. احنا كنا. زربت فيها. احنا لمينا بعضنا قلنا نمشيوا وحدنا. اي. والله خاطر نعرفوا الشامبيونات نتاعنا هذيك. غير غش وتنرفيز ودخلوا فك الحكايات هذيك نتاع لي زاربيتر ودرشنا. لمتوه بعد حسين جنيه؟ لمنا رواحنا في بعضنا، قلت لك نحن لمينا رواحنا حتى نمشيو 10 جواريات، قلنا نمشيو اوموان نكورو نجيبوا اكس وقتها نهزوها نحن الشامبيونان ما نستناوش النادي الافريقي وترجي الجزائر. علاقتك مع جمهور ليتوال كان يحبك محبوب من جمهور ليتوال فهد؟ اول ما مشيت لا فرفت روحي. علاش اول ما مشيت لي؟ لا جاو يتفرجوا في سيونس بالذمه لايانا وحبوا سبوني، ومن بعد عرفتهم شكون مروان تاج. علاش وقتها؟ خاطر كنت عامل فيهم كيما تحكي انت مع مستفز فوالا هكا. فرحان بها؟ فرحان على الاخر. علاش نكذب؟ هي اما عملت معها شويه شعبويه باش خليتهم يحبوك انت. مش شعبويه. خلينا نكمل السؤال. بتصريحات من نوع على تسقعت افراحنا، الافريقي ربحت معنا اليوم نقطه في العاصمه، هذوما يحبوهم الجمهور. هي هذيك حقيقه يا اخي، انا ملي مشيت ليتوال هذيك هي كل ما نمشي الرادس نحتفلوا. وقلتها معناتها مش باستفزاز، والله لا هي باستفزاز، نتاع كلمه نتاع ضحكه معناتها فهمت، مانيش باش نستفز، ما نمشيش مخي غادي يجم. قلنا عندنا رادس قاعده افراح فهمت. وانا اول ما مشيت كيما نقولوا للنجم السياحي قلت لك، كيما قلت لك نعرف العيشه صعيبه والجو سخون في سوسه وجوار طالع من العاصمه وكل شيء، ووريتهم شكون مروان تاج كيما اللي كانت بيه في استاد لعبت بيه في ليتوال. حتى جمهور فريقك الام الملعب التونسي ما سلمش منك، صارت لك معاه مشكله في ماتش في بالي. شنو صار وقت؟ هاك تبع الاخبار لا حاجه بركه. حليت عليك الكتاب؟ هاي حليت عليك الكتاب بيان سور. في سوسه جمعيتي تلعب على التيح، الملعب التونسي تلعب وقتها على التيح، جاو ماتش ليتوال واحنا نلعبوا على الشامبيون كي حكيت انت قلت لك اون 2015 هذيك استاد وقتها تلعب على التيح، وجاوني المسؤولين قالوا لي ما تنجمش تلعب راه كنت رجمت، قلت لهم ليه راني نلعب بين كور خويا من على جيل يعني نحب نلعب ونفرض. مسؤولين من الاستاد؟ مسؤولين من الاستاد لا مش مسؤولين من الاستاد، مسؤولين من نجم الرياضي الساحلي قالوا لي راه اسمع جمعيتك تلعب على التيوح مش لازم تلعب. وين عليه مش لازم نلعب علي جاي من بحذاكم ما نحب نلعب وكل حاجه في بلاصتها. يا اخي انت تو جاي لسوسه استاد جاي لسوسه باش تربحها ببغداد بونجيح في كتيف هذاك ماهيش معامله على ماتش ليتوال استاد وقت واحنا نلعبوا على الشامبيونا فهمت هذيك علاش هما كروني خاطر انا في الماتش هذاك وقت عطيت ما عندي 100% في زويتن وقتها ماتش اخر نحكي عليه ماتش اخر في زويتن صارت لك مشكله مع الجمهور لا في زويتن هذاك استفزاز من قبل الطرح اما وقتها لا نحكي انا ماتش يسبوني اي سبوني علاش؟ ولدهم نورمالمون هكاك راه جمهور استاد راه وباقي النهار قلت كلمه خايبه على استاد وباقي قلت لتوا جمعيتي ونحب اما خليهم يحكيوا جمهور معناتها بين حقهم في الشارع يعظوا في وجمهور استاد الوحيد ما رجعت حتى ريكسون ما كلمتوش وسبني باللي تحب انت في الشارع كيوظوك في بارد وكيفاش نفسها كيف لا بوسيبل لا ما تصيرش عندنا خاطر جمهور في تونس ولا اللي كانوا ولا في استاد يسبك وبعد يعوضك ويحملك هذيك حوت استاد هذيك وحتى كي يسبوني ما تغشاش عليهم تعاركت مع خالد القربي وقتها تعاركت مع خالد القربي علاش؟ تعاركت ماك تعرف ابارامون تعاركت معاه وقتها هو في النادي الافريقي تعاركت معاه في المنزل تخلى ابارامون معمرين علي وانت نفس الطريقه نتاعو هو وكل الحكايات شي هكا هو زوز هو كوبي كونفورم زوز نفس ليه وخالد تو صاحبي وخويا نفس التومبيرامون في ستار لا ممكن هكاك تخمر شي هو بك الحكايه هذيك معناتها فهمت صارت مناوشات وكا ونشوف ايش قال لك واش قلت له؟ ما يتقالش شنو يقعد لك وين من التجربه نتاعك مع ليتوال؟ محبه العباد اول حاجه هذيك تو بالحق اسلام راه كي تشوف الميساجات والعباد راه محبه كي قلت لك نبدا داخل السوسه راه عباد من البياش تبدا فرحه بيا معناتها بالحق سالت واحد كيما نقولوا يقول يعيش بلاش واحد في السوسه بالمحبه تاع العباد هذيك اول حاجه قبل التيترويات قبل ما لعبت ليتوال
والحمد لله كما قلت لك التجربه كانت خويا معناتها من بعد 8 سنين معناتها ما فزتش بلقب معناتها في الملعب التونسي. اليوم كي مشيت للنجم كما قلت لك ديما الطموح الملاعب يحب يهز لقب يحب يلعب شامبيونز ليغ يحب يمشي لكيب ناسيونال والحمد لله اللي مشي اللي في مخي صار معناتها مشيت لكيب ناسيونال هزيت الالقاب وتحبيت عند لعبيتك هذاك هو اللي فرحان به. احكينا على علاقتك بفوز البنزرتي كانت مره الفوق ومره اللوطه مره وين هكا ولا ليه فوزي الوحيد معناتها بالرسمي معناتها نقولها معناتها ما عندي حتى مشكل مع فوزي بنزرتي بالعكس فوزي معناتها قلبه باهي يحب الملاعبيه الكل مش تراها هكاك الكومبورتمون نتاعو في لونترينمون وكل شيء راهو قريب ياسر الملاعبيه معناتها فهمت نهار نوصل معناتها نتغش على سي فوزي معناتها حتى كان سيوي معناتها إيه ما كنتش تلعب معاه برشا سيرتو في الاخر ولا ليه لعبت معاه وبعد هو بدل طريقه اللعب عام كامل كورت معاه ما شويت بالكدا فهمت وديما في الحاجات هذوما هاك شفت هنا دومي فينال اللي نتاع الكوب دافريك بريفيو مانيش نلعب وهبطني وقال لي اعطي فيك ثقه وحتى البونتو الثاني كان من معناتها بنصيحته هو ديما يقول لي دوزيام بار قال لي غاديك ما تشدليش كوره ديما راجع اضرب تدخل ودخلت برشا ترايف مع فوزي برشا شنو تستحضر؟ ما تنجمش تشد برشا ترايف خاطر سي فوزي مش باش نقول لك معناتها راهو كنز. اي برشا يقولوا هكا. كنز ليه سي فوزي راهو قلبه باهي ما تروهوش هكاك كيف انا في التيران تقول لي راك هكا وحاجه اخرى راهو صحيح فهمت سي فوزي هكاك الكاركتير نتاعو كيما يحس روحه كم لعبه زاد في التيران يتخمر وكل شيء. ما تستحضرش حاجه؟ برشا والله الا نذكر انا فما شكون حكايه هاو اللي شيخنا به نحن وزلنا هزينا وقت الشامبيون مع شيخنا اخوي نبدا شيخين انا تغش عليك برشا مرات مثلا حكى لي زوج حاجات وقت يوصي فيك ماتش الكلوب رد بالك من الحمراء اي دخلت دقيقه لعب صفر وكنت لهم تهناوا علي ما نجمش ناخذها ايش ايش قال لك بعد؟ بعد ما تعرف عاد كيف عاد الكل هبط باه فما واحد اخرى في لونترينمون تشوت في لي بالاريتي اي وقتها ظهر لي حمزه ماهوش موجود حمزه الاحمر وقتها شوت اي واحده سطحتها ولا حاجه هكا اش عملت؟ كيف لا ما يتبدلش هي بيد نفس ابعد علي وقتها فماش حاجه هكا ذكرتك بزوج فماش حاجه انت تذكرنا بها والله لي برشا ننسى والله برشا اسئله تقدرني بهم انت دوم اخوي اما هاك تعرف معناتها برشا حاجات باه فما ماذا ظهر لي صارت لقطه بين المويهبي كيف وخالد القلبي في ماتش دخلت فيها هنا ايش قلت وقتها؟ سيبه خليه عندي عرفت المويهبي قال لي راهو المويهبي وقتها قال لي هذا باش يجي مروان في الديره خليه عندك انت قلت له تهنى عليه سيبه على روحك وصلك عارف من زوريخ مروان وقتها في الاتوال لا من زوريخ لا كانت فما حكايه تاع اونجي زوريخ ليه؟ لا ما فماش زوريخ علاش ما تمتش؟ ما تمتش ما فهمتش كيف كيما نقولوا تلمت من غادي لغادي وقتها نلعبوا عام الجاي على الشامبيون ما هزيناهاش ودرا شنو حاجتها بالافكتيف وما فما حتى حد باش يخرج ولا بروف ما خرجش حتى حد ما حبوش يسيبوك اون جي وقتها في الديفيزيون الاولى ولا الثانيه؟ والله يظلي في الاولى يظلي والله نسيت ما حبيش اللي سمعته ما كبشتش اللي سمعته اللي ما حبيش كبش خاطر قالوا لي تعمل خير ومن بعد وقتها مشيت لكيب ناسيونال وكل شيء فهمت اما اللي وصل لي هكا الحكايه ما حبوش كما نقولوا يدخلوني في الحكايه هذيك باش يخرجوا لي من مخي باش نتلاقي الراكس كان على الاتوال واضح ندمت اللي فلتت شويه الاوفر ولا كنت والله شوف تكخيل حتى علاقتك مع المنتخب ممكن كان هكاك بيان سور خاطر انا كيما قلت لك راني خدام معناتها من الاصلي نعرف روحي ننجح في الكيب هذوك خاطر بالحق تو الناس باش يهد لونترونالات الكل كان يسمعوني ديما اللي تيست فيزيك راني الاولين معناتها نخدم بالكدا ممكن الشامبيون تاع فرنسا تنجم تمشي معايا خاطر نعرف روحي نجيب